بكم مشاهدينا في حصة جديدة من حلويات المرجان. معكم أنا شيف ميرا. اليوم جبت لكم حلوة تقليدية 100% اللي هي الججلانية. يلا هنتبعوا المقادير وطريقة التحضير. للمقادير تاعنا تاع الججلانيه تاعنا تاع نهار اليوم نسحقوا 200 غرام تاع كاوكاو تاعنا يكون محمص، يعني خد بخد، خد دوغي وخد ابيض. نسحقوا 100 غرام تاع الججلان تاعنا محمص. نسحقوا البيض، نسحقوا زبده، هنا عندي 80 غرام تاع زبده ولا مارغرين. عندنا انا الججلان الترماد تاعو، ونسحقوا كانا الحسيله تاع المرجان اللي بها نطمو الججلانيه تاعنا. نبداو طريقه التحضير. بسم الله، نجيبوا ان ريسيبيون. بسم الله، نحطوا الكاوكاو تاعنا، يعني الججلانيه دائما في الاصل تاعها تكون كاوكاو. نخلطوا الكاوكاو تاعنا مع السمسم تاعنا اللي يكون محمص، الججلان. الججلان شوفوا كي يكون محمص يعطي واحد النكهة رائعة. نحطوا الزبدة تاعنا، الزبدة تعطيها هذيك الهشاشة. نحطوا الزبدة هكذا. نجيبوا لا ليفور نحطوا 5 غرامات من لا ليفور. نوزنوا 5 غرامات، يعني ميم با ان باكي. فوالا 5 غرامات تاع لا ليفور. ونديرو اون كويير تاع لافاني، يعني لافاني كيما نحبو. فوالا انا خديت هذه الكميه. هكذا لوتو. نجيبوا الحسيله تاعنا، نوزنوها، نديرو 60 غرام تاع حسيله. فوالا نطمو بالحسيلة تاعنا. نحطو 30 غرام ومن بعدين نكملوها. نستعمل يدي في الوقت هذا. هكذا في الوقت هذا نديرو الصفار تاع البيضة تاعنا. فوالا نديرو الصفار تاع البيضة تاعنا. ونطموها باليد هكذا. ندخلو مليح لي زانغغيديون في بعضاهم باش هداك الكاوكاو يشرب لنا مليح الحسيلة ويشرب لنا صفار البيض. هكذا نجيبو لو بول تاعنا، هكذا
ونبداو نخدمو في الحربوش تاعنا. فوالا يعني انا فضلت هذه الخضره تكون ججلانيه حربوش. هكذا نحطو البلون دوف تاعنا هكذا. نرشو هكذا الججلان تاعنا ونقلبو هكذا. نجيبو دي كوبات ونبداو نعدلو في الحبيبة تاعنا هكذا هكذا ونقطعوه كيما نقطعو مخلوط العسل. هكذا الحبيبة تاع الججلانية تاعنا. نحطو الججلانية تاعنا في الفرن على درجة 150 درجة لمدة 15 دقيقة. نكمل أنا الكمية اللي عندي، نتلاقاو بعد ما طيب ونكملو التزيين مع بعض. بعد ما طابت لنا الحلوه تاعنا اللي هي الججلانيه نعسلوها. شوفوا الججلانيه تكون سخونه نحيناها من الفرن وتنفخات مع هذيك الخمس غرامات تاع لا ليفور اللي درناها، حطت لنا هذيك الهشاشه والفخفاخه هذيك، ونعسلوها ونديروا لا ديكوراسيون كيف كيف. نجيبوا الحسيله تاعنا، بسم الله، الحسيله دائما تكون بارده والحلوه اللي نكونوا خرجناها من الفرن تكون سخونه. هكذا ديجا كي تكون سخونه تشرب لنا الحسيله تاعنا تمتم. شوفوا الحسيله يعني ما درت لها لا ما زهر ولا حتى شيء، خليتها حسيله وحدها، والحبه تاع الججانيه راهي سخونه هكذا. نزيدوا الحبه الثانيه. مادام الحلوه تاعنا راهي بارده، الحلوه تاعنا راهي سخونه والحسيله تاعنا راهي بارده، ما نسحقوش الغراء هذاك باش نلصقوا به ولا الجلوكوز، يعني تلصق لنا فاسيلمون هكذا. ونلصقوا هذوك الحبيبات تاع الجوز تاعنا، نغطسوا هكذا في الحسيله ونشبحوا به الججانيه تاعنا. انا يعني راهي تشهي، ان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى مع حلويات المرجان. سلام.